ثم بدأ يخطط، بدأ يشتري سلاح، وهو بيشتري سلاح الدولة والأمن تابعوه، حتى وصلوا إلى إن هو المخطط وعنده تقارير وعنده متابعات. هنا علم عبود أنه انكشف أمره، فهرب إلى إحدى الشقق في شارع المدينة المنارة بالهرم، وظل هاربا والمخطط ماشي والمجموعة السرية ماشية وشراء السلاح ماشي، لكن الدولة قبضت على الكثيرين. ظل هاربا الرئيس سادات في سبتمبر 21 1981 كان بيخطب خطاب شهير وقال فيه: الولد الهارب اللي سمعني دلوقتي أنا مش هرحمه. فاكرين الخطاب ده وفاكرين كلمة الرئيس سادات؟ الولد الهارب على عبور الزمر اللي سمعني دلوقتي أنا مش هرحمه. الرئيس سادات كان على ثقة إنه الأمور محبكة ومحكومة، لكن بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. دي واحدة. اتنين، أقدار الله كانت يعني لها تصاريف ولها تدابير لا يعلمها إلا